الدكتور سعيد بن فقيه ممثل في منظمة الصداقة الدولية بالمغرب، تشرفت باسم منظمة الصداقة الدولية باش نخاطروا في هذا العمل التطوعي بامتياز، رفقة مجموعة ديال جمعيات مثل جمعية قدماء متقاعدي المركز الشفائي المحسنة وجمعية بلسم لمرضى داء السرطان. ننخرط في هذا العمل التطوعي بامتياز حتى نؤكد ونفعل القانون الأساسي لمنظمة الصداقة الدولية، ألا وهو الحق في الاستشفاء والحق في الصحة، وكذلك الانخراط في هذه المجموعة ديال الأنشطة التطوعية اللي تشمل المجموعة ديال التخصصات. الحمد لله تم الاختتام ديال القافلة الطبية اللي شاركت فيها وشخصيا باسم منظمة الصداقة الدولية، واللي عرفت واحد التجاوب كبير من طرف الساكنة، واللي الحمد لله جات فوقيتها ديالها، وحتى الساكنة كانت في أمس الحاجة لهاد القافلة متعددة التخصصات. ونبغي نشير لواحد النقطة، أن الإخوان اللي انخرطوا في هذا العمل رفقة المنظمة أنهم مشكورين بالمناسبة، ونبغي نبلغ أعز التهاني للسيد رئيس المنظمة السيد علي السيد وساف بمملكة السويد. And I want to give my best wishes to all my friends and membership in the international friendship organization in the world. Thank you.